حتى يعلم الإذن بسماع سيدي أو بينة أو شوي. ولا يكفي قول العبد أنا ما أدونجي أو يشكى في ناكا إجا بسرك إذن أتمى داين وعلى شوية شركة إيشار. فإن باع مأذون له سلعة مأذون له التجارة دا عبدك مالك فروض مما في يدي تشتك الدسي ودايا وقبض الثمن وبري ومال فروض وبري قد بريوي فتلت في يدي أو سمن الدسي ودا شو تلفي أو بري قد فخرج السلعة مستحقة لغير أو مالك فروض يجي باش تقوي دركت مالي زي مالي علي دركت رجع المشتري سيما العشرة كلامك كلامك تشكي الرجيم انا سلام غازي لوكت تمام كلامك سيدا بيجا دونك فخرجت السلعة مستحقة للغير او مالي دركت مالي غيره دركت يعني بو مالي تزي دركت رجع المشتري أو المشتري ذكر إكوي مالي كرية أو ذكر ببدلها أي ببدل الثمانية عملي تبي عمل الغير مستحيل الغير الغير تنا يا يانشا أجل فين وقتنا يانشا أوكي يانشا أمي يانشا نانا هذا راستا سيدا او جيوي نقطة هي مستحقة الخيري او غيرتنا فخرجت سلعة المستعمار تجي دركت رجع المشتري او بشتيك وي سلعتي كرية ذكرة ببدلها ببدل وي سلعتي اي بدل ثمنها ببدل ثمنها وي اي ذكرة بدأ تشي اطف تشي اي بدأ خديوي لا أدرك أو بفتلة أو بفتلة يعني أو دعوي بك يا عبدي بك يا والسيدي بك هو بدل يا بيجا خير مالي خلقية بدل دي مالك تدايم بدل يا مانا وفي روضة كاتني والمحرري نقول كبي بدليها ببدل سلعتي وتبي بدله أي ثمني ببدل ثمني إذا قال يعني عبد جاري قاري رجع العبد ببدل الثمن رجع المشتري ببدل الثمن تمام اذا طبعا مستحقة يعني مال خلقية يوصل مستحق الردية يعني مستحق يعني هو حقي خلقي مستحقة الخيري او مستحقة الخيري يعني اذا من هذا يعني مثلا ديالهم كي ليك اشتمال كي كرية على تجيتنا تبيوا مش احمد مال كريا احمد مرغي تجاره فقط سبي دركت يكي هاد قركوي مالي قلت بو قدس مديا مالي منا عطي دزيني عطي تكريا تفروتنا تشاوكنا عطي كيشتا دسيوه اتذي مالي دزيب دركت الك شادي خاني بكهي مالي عنكا اي منا تيوه قابي چاب كيشي مجبوري مالي بدي يكي اكتمال دا يكي دسكي كريبا تاريب قركوي عيني از غلام عيني اوا كو مالكي دزيجي مالكي دزيجي مالي بكرة او خوية مال ويلي كو ببينة او مالي خوية بكرة مرجي بفتلة بسوية كو مالي بجي كرية مالي بارا پري خوش بي بصينة او عيني بسر فإن باع مذون له سلعة مما في يدي وقبض الثمن فتلف الثمن تلذي في يدي فخرج سلعة سحقة للغير رجع المشتري ببدلها ببدل وسلعته أي بدل ثمانية ببدل فريوي وفي ربة كافلها والمحرر ببدله ببدل الثمانية بدل سلعته نقول بدل الثمانية أي ذكر على العبد تلي مالي تدايا من فري مدى أو مال شيء يا ملك فريق مالي غستن تجي مجي فرداتا او فريق مدايات او فريق شيء ثلاثي ببدل ويت فريق تبدي شما لان ذكر على العبد لانه عبد المباشر العقد يكو عقد ذكري عبد يا رب قركاي كده بتبدي مالي ضامن نظام مالي تزيل ومكري من ملك هاد مالي خبر
او فريمن باتما تشي فريم بدم فريجيكي تلفي بدل فريمت ولو جمشتري رهيا مطالبة سيدي أيضا مطالبة سيدي كارش كما كارش عبد القوزة كارش سيدي عبد جيب قوزة كما كان عجيب قيزة لأن العقد له عقد مشرى السيدة رهيا ما لنكو عقد جرى فكأنه البايع والقابض للثمن سانكي سيد إكوي مالي فروتيا وي بلاي جرتيا وكي كو سيد بها چونكي ذكير آلش ورشتك سيد رات چكي ويتو نايت إمارم جورا ميرك خدية مال خدية إكوي مالي كريا كورا بعبدجي بقرا بقرقا عبدجي بقرا وبركا بقرقا سيدي وقيل لا يطالبه سيدي ناخذه ثم لانه بالاذن للعبد سيد كيزن دا عبد اعطاه استقلالا استقلالك كذا مستقلك تكون مستقلة كذا يتهرب كبيرة اما تابي كيف يا نص علماء تشكي كار بزرار سيد راه ما راه سيد راه كار بهبه افوان سيدان تو خورده جي و تبي زارو كي خلقه مال تينن دفروشن تهو جي عيني وكا عبده و پاش مال دزيه درته خلطه مال خوشبا مرب ده بان مرب كاره را دعوه لباب زارو كا بكن اكو باب زارو كا زارو كا كو دزيه بان اتيا زارو كا جيه اكو باب زارو كا دابه زارو كا كو ده را بخلوشه نه نه اویش کنید دیگه آیی یعنی باب زاروکا نده زاروکا اما زاروکا چیه دزیه مال دزیه و پازه سالی نبیه تجه کریه پاشه خویه مال درته کفای فراقه تا دزیه دمره تا دزیه تشته تا دزیه بریه دایه خورده جیا و خویه مال تیج با مرد دونه مرد داره را پره خوش جباب زاروکا بسینه تیده مرد کاره را بخواد نه بسن كي صبي أساس إنك صبي جي عيني وكي سيدي صبي كد نورمال طرب سوشيك باش خمان دي بارا جي بسينة كو صبي كم ميل بباريكي مزم ببا أو يعني كاجي كم مثلا مشهور بباب إزناوية على شفيرش داية يعني مثلا تشتي وريك دا وجنتي داية هرا قاون كم كرا فتح كرا قولا كم كرا تشتي هورا قبول دبا اما مثلا هر خانی کی بذکر بفروشه دیا قبول نه به یعنی هر کجی دیگه تمام نه شی تمام مثلا یا بتشتی بتشیک دا کوم نه تخمین ایجن داینی کړو به هر کار هر حق کو جی کو دیگه کو دا هوا مر بجا دوا کارت دای یې به کړم و مر چې دزا مې په باب ایجن د نه دا ایجن دای نه دا من یو تلفون تی نه با مر فادر زارو کې دوی دوی آوه تلفون آمنه آدی آمنه آب آوه منه دفروشم دفروشت پیدا خویه تلفون درته و تلفون دبه مرب کاره را دعوه لباب زاروک بکت دیمه که دوی مرب کاره الگولی یعنی کلاو اجنا کم بسعده و بفروشه بکره هپه راحت بدانی باری هم بله یعنی شما عبد کو ایزن هات به داینیت کاری هری لی دعوی کی نات به داینیت نکاری هری لسید دعوی کی افی سبی جعین و کوی عبد مانه وقیل این کانا فی ید العبد وفا و فی ید العبد وفا اون دست عبد دا مال هی قاندی وی پری کندا کلی مال هی یعنی برب اینه فلا يطالب السيد سيد ناي طلبه كني لحصول الغرض مش ما في يده شكل داسي وداي حقيقة مالي ودرخة هي شب حقيقة مالي ودرخة هي تشمدي ما تاري الشيء ده من وإلا أجاك كتنا بي طالب هذه قلت لك معك أما على كل حال نزل أنسى على ما وجهت طلبه كني وجهت طلبه كني يعني يا مسألة شيء هذا سيد عبد خو فر باشی باش نه ل آرست را کنترل بکه به معمولی شروع نه. من.
فلو اشترى المأذون مأذون سلعة مالكي كريه، ففي مطالبة السيد بثمنها هذا الخلاف. أجل أبي أفرض أجلك عبد بادي لو رابو مالكي كري فكي أو أبي مالجي تركت مستحق إي خدي مال بي مالي خبة مالجي كي ماتي سندني مثلا أبي عبدي وياخد السيد كان طلبه بمالي يكوات جي كريني وياخد جي عطي السنة طلبه بكي نكاره. ففي مطالبة السيد بثمنها بثمن ذي سلعة هذا الخلاف، في اختلافه يعني كل شيء مذهب إمام الشافعي رضي الله عنه قارب مطالبة سواء فروطان إذا كريني إذا قارب مطالبة بكي فروطان إذا جي قارب مطالبة وجه مطالبته كما قال مطالبته عفوا يا غلام يعني كوله عمد مالك كريه اما بريوي دلناي بره نادنوسان ناصر دي ولو اشترى المادون السلعة تمام مالك كري وكي ابيشي ابني ابيشي مال كري مال فروت مال مستحق دركت تمام اجا بيا مال كري اجا بريوي يره بريوي بده او بريوي تنه بده شادب که اینجا ابیان مالک فرو مالکری یا مالکری نه مالکری و مالکری فی مطالبت سیدی به ثمنی ها به ثمن به سلعته یعنی میرک مالکریه تجارتی کریه سید کارد بیجه خودی بی مالی بیجه شعبدیش که کارد سید راجی کارد بیجه تفاییم ها عینی ها منه ففي مطالبة السيد بثمنها هذا الخلاف تمام هذه اختلاف يعني دي مكتوبة كان وجه مطالبته أن العقد له ابن ب وراء السيد تاريخ بخوازات شفت عقد السيد راه فكأنه ساين كيكون السيد المشتري وكيكون يكبر مانا ولا يتعلق دين التجارة برغبته دين التجارات برقبة عبدنا كي نبليك عبدك يبد أذكرنيك إدديجي شوف إذا تجارات جراتي كرني أو تشتكو دينه وتشتكو شيء بب دم الله يا سيد مطالبة سيدي هذيك ولا بد تين تجبر خبته ولا ذمة سيده ذمة سيده جناية طلب ليه شوية بل يؤدى من مال التجارة أصلا أم جمال التجارة بدل أم مال التجارة بدل ما بدل شيء هو برقبته أنا بكرة أستيويا ولا يتعلق دين التجارة برغبته بستي عبدي ماجد نها تيام ام رقب راجي ام كرمانجي واتا ترجمه كان هم رقب راهم زمت رقب كاس كاستي امانا فرق اون چوش ها فرق رو بيسيد ها فرق رقب زمت چيد بلي كو رقب وي به وكما رقبيوي بقابتنا تفرطا وكما زمت تاويته بك لمشكلة حتى نتعاظم كده هوا هذا أخوة رقبيوي بقري يعني جبوك أو تشتوري بجيانين لازم ورفرطني وكما زمت تاويته بقري بك لمشكلة حتى نتعاظم كده بالي دي أخوة بحسن كده ولا يتعلق الدين تجارتي برخبتي ولا ذمتي نب رخبه ونب ذمته يخبرنا إن أزولا مصا نعمله ولا يتعلق الدين تجارتي برخبتي ولا بذمة السيدي نعم بل يؤدى من مال التجارة أصلا ربحا بل كيش مال التجارة فيه ذاكنيش أصلي مال التجارة يشكر مال التجارة يعني مال راسته وجمال ولدان كما أوي هارا لبي السيد وكولي بيبقى
وكذا من كسب بالاصطياد ونحوه ابن كسبوي بنيتشيلي به ويا نحو نيتشيلي كالاحتطاب شو شيء زين غادي ندفوشة في الأصح بقول الأصح دا أجد تشتهي شيء به من كسبه من كسبه من كسبه دينا وكذا من كسبه وكذا من كسبه بالاصطياد بلي من كسب كسبوي وش سيدة نيتشيلي يعني أبعد من تمام وكان لا يؤدى من كسب لا يؤدى مشكلني لا يؤدى من كسار أموال سيدي وبشقى مال سيدي شاف جينا داين جمال التجارة داين ده ده جمال سيدي كسب عبدنا ثم إن بقي بعد الأداء شيء من الدين بشكو الدان مال تجارة الدان ودر نفس مال تجارة الدين در نفس وكي جارنا أنا يكون في ذمة العبد كبستي عبد ذمة ويد كبا بني أووي إلى أن يحتقى حتى كبا أذاكرني وهيجي بيخسني فيطالب به أبيض مطالبة كرني بي دي بيشتي آدار كرني دا شما ايه شما تكبستي وي سيد وي او كريا وي مثلا ازنا وي داية دا كارو زرار تب دا زرار جي بكي تسا غير سيد بدا شما عبد دا مالي عبد ايه اسرا ازنا تجارت دي مالي تجارت دي قدية شما ايه قدية تمام او دين دين ما زرار كريا زرار كريا تدا تجارت دي قدية دين جي ما ايه تمام زرار كريا تدا زرار كريا او مال او کار و زهر مال تبه داینی مایی جید که به سیعد دی لازه ده او قد نکرد سبحان الله یعنی ملگوری ادویم او صفحه مثلا کار که مرد ایزنه یکی دا ده کار و زرار دا ده با که زرار جیب که که زرار جیب که ته که کار بکه عبدش خواه هفتی نه لی که زرار بکه عبد زرار او اینا ده چه او صاد شده سيدا زهدا تخسيراتي كي هي تخسيراتي كي تخسيراتي ابا مالك دسي تدا مال تجارتي شك تيرا تجارت دكي مخان دي وي بكتبين زيدا بكي بشتي كتبتي كي ابن سورنبغي اوي سورنبغي ناشا سرسيدي سورنبغي دمين اشترا اجو دي خود ارباسنا كي جارتو ها فهم كير تمام ايه كده كده عذاب كده وي فريق ده شو من عذاب بدون انا ايرو امبيجن من احكام الشرعيه كنا نه مثلا بري ملكي جنگي روجي دخول حنيسي مثلا كلك يا عذاب ويا مثلا دروجي لا ملك ليشكي كل كلك يا عذاب زيار دكل كلك يا عذاب كدام شكل قطري دكل كلك يا عذاب كبشي صلح ده مثلا مالي مالي اذا مشتنا قاعد هاتنا هذا مالي زلم كريم إلى أن يعتفر فيطالب به ولا يتعلق بكسبه بعد الحجر في الأصاح دبشتكو حجر هات سري يعني منع هات سري عبدي وارتطري تجارة نشارته وتنزاني بكت أصناف نيني أني ويقابي أو ديني مايخ وكسبه يباج ناغره في أصاح في أصل الرودة أصل الرودة دا جيد في تشتكو حجر هات سري شندا أو كسبة كبكة جي دين جوي كسبين لا يبغيني وعذاو في شرحي نسبة ضايا ذي قولي بشرحة شرحي دا نسبة ضايا للتهذيب شرحة رودة دا نسبة ضايا بل تهذيب ومقابله مقابله الصحي ينفي أن يكون في ذمة العبد تيكا بزمة عبدي قبول ناك خش دبينا زمة عبدي لنا بركي ويش كي بيو قصنا بيا ابو عبدي سولك لميشي في بعتقلقه كريا سيدة مرام سيدة كارش سيدة رابو براز راجي سيدة ويستشكل في المطلب
الجمع بين عدم التعلق بذمة سيدي وبين مطالبته بما تقدم بما إذا لم يكن في يد العبد وفاعل أي تمين أين يؤدي يا نبينا عين ويش المطلب دا أبيا مش كتير ده وتريا تشتكي واريكي مغلق ده يعني فرهدو ناقر يعني شدا الجمع بين عدم التعلق بذمة السيد ذمة السيد ده نكارة ده مالك جلته شكو خديها يا أخ السيد ده نعم تمام وبين مطالبته بما تقدم مجيبو تيجا ما قلت طلبك يعني وقت أكون مال تركه مستحق هي بيجي ده ما قلت يا سمن تركه مستحق يا وي مالك فروض يدركه مستحق خدي مالك كره بي شهيد شي بو خاص ها وتراني كده دبي دبي شيء تعلق تعلق بزمتا سيد اذا تنيه وشو مطالبه بي اي شو متعلق تنيه بما اذا لم يكن في يد العبد وفاء وفاء تنبه وكي بيشي لهم نقول إجابة إذا أي تأمين أين يؤدى أو الكدر الذي مالي بي أدى كرني فجابة ذي أبش يعني تبكي أزولا مير كارا لبيا آزا كرنا آزا كرنا كولن بينا نبين يشو بكين جبرا آزا كرن يعني بيا فريق تحصيل بك وفاي أبري أبري تجارتي بي بي أوكي قرشلا مش ناك يعني عدم الوفاء ما في اليد العبدي يعني أوي يستري سمس أوي أو سيد ولا مطالبة كنا ملك خش خش إذا ويجاب وجاب أوقات ديني بأنه يؤدى مما يكسبه العبد بعد أداء ما في يده جاب يؤدى مما يكسبه العبد إيش كسب عبد تيرا كرني بعد أداء ما في يده بشي قد إيه دسي خدا قدية إذا قبل نبدا زمتا يبسكن أو يجي زعمتي كسبوي مكانش كسبوي يواش يواش بدنا ما خش كما صححه الإمام لكن الإمام حرمين أي شيء جوا على ما صححه في التهذيب ما قلنا مطالبة كنا خش كسبوي جناية دايني من أن الباقي يكون في ذمة العبد وقت ما هي ذمة عبد إذا بل تروي شك تهذيب قلت لا يتأتى مطالبة السيد به إن كان طلب السيد بجيبه في مال بيك أيوة صح قلت يعني أما أخش لي ولا يملك العبد بتمليك سيده في الأصهر الجديد نظا مالك بتملك السيد جيراد أصلي جديد يعني كل مالك السيد بجمل بيتك ويا ممكن من ملكيته نظا ملك جي عبد يراد أصلي جديد شما لأنه ليس بأهل للملك نهل يعني مالي بيتنا مالي يعني مال مال جير تينا والقديم قول قديم يملك بتمليك سيدي بتمليك سيدي دو مال يعني هنكي بدني نابا مالي اما سيد بدني دو مالي شما لحديث الشيخي حديث مسلم بخاري من باع عبدا ولو عبد را مال فماله مال عبد للبايع كيف عبد الفوشة الا ان يشتريته المبتاع يكون كرا شبكة بيجت مالي يجي من أو يعني قال نا لكن نكاف وحتى كده فرطة مال عبد هذا شيء كرا إيش بايعي ده إذا قلت يا الحديث ده قلت يا من باع عبدا وله مال دل إضافة المال إليه البال عبد على أنه عبد يملك تبع مال كمال وتقولي قديمة يسموه شافعي قولي جديد ده بنابة يعني شاب قلنا هذا وأجيب بأن الإضافة فيه للاختصاص لا للملك يعني معناك مال مالك يهبنك مال أساس إيوية ما
مالي سيدي يا يعني جبوا التصرفات يا ويداي كي يبجن جل ملن ويأخذ سول مولن شو يلا مالي دل وعلى القديم تركولي قديم تبيع مالي يا هو ملك بايث لا يتصرف العدل فيه دون التداجي إلا بإذن السيدي ولو السيدي رأي أرجع فيه رجع دون مالي بايا ما تشفى في حق كرفة مالي. وهل يقبل للعبد أو يحتاج إلى قبوله وجهان؟ يعني وهل يقبل أو يقبل فقط؟ يقبل السيد قبولك يقبل العبد ما تقبل بدا عبد يعني غير قبولك اشترى السيدة سيد قبول بي مالي أو قبول بك أو يحتاج إلى قبولي يا عبد محتاج إلى قبول بك وجهاني في كتاب البيع من التتمة أو جيب أوانا الدوجاجي مبنيان على القولين تقولك في إجباره إجبار السيد فعبد جبر بك على النكاح قلت أدولا قلت شيء بأن يقبله السيد له بغير رضاه سيد وجهر قول يعني سيد بزور كاري بس وشين يعني شو زي ما؟ هذا ماكي سيد قبول بك مالك تبدي أجرة. يعني سانكي وكا ولي مجبرة. كل فعلى المنع الراجحي يحتاج إلى قبول العبد التمليك ولا يملك بتمليك الأجنبي. يعني عبد يلا قبول بك حتى أو قبول لك يك أجنبي جبر ما نكره قبول بك ده ممكن سبي قوله هانة يك نكره بزور ونكاج بدأ زوجان دونش يا بدأ زوجان فعلى المنع الراجحي شرك نكره راجح جبر نكره يحتاج إلى قبول العبد يحتاج إلى قبول العبد التمليك تمام يلا محتاج يقبل قبول عبد عبد ملكيته قبول بك ولا يملك بتمليك الأجنبي يعني يجبر يبقى إمزا بك يجبر يبقى قبول بك ينوبك أجل تمامك بواقف يحتاج إلى قبول عبد التمليك يعني بالشهير يتك بن ملكيتاوي نوبك شهير يتك بن ملكيتاوي يعني ديش عبد قبول بك وعبد قبول لك نوبة مالي نعم مالي ولا يملك بتمليك الأجنبي تمام يعني ولا يملك العبد أجنبي نعم مالي ها ولا يملك العبد المال بتمليك الأجنبي له تمام قال أبو الرافعي في بابي الوقف والزيارة قلت بلا خلاف بخلاف بتمليك أجنبي عبد نعم مالي تمام وفي المطلب أن جماعة أجروا فيه القولين بقولة السيدة جاني يعني أجنبي التملك هنقا قوتية دبا هنقا قوتية نوضة بقولة جاني التملك أجنبي هنا من جوان وان علماء بجماعة الماوردي أقوى القضاط والقاضي حسين وقول المصنف الأظهار عدل إلي عن قول المحرر كالشرحي الجديد وقول المصنف تبكي أجله في القولين من جوان إنسانك جاري كلها الموردي قاضي حسين وقول المصنف الأظهار يبدأ الأظهار أو آيات مكي خلافية أو جديد لا وقول المصنف صعب كثير وقول المصنف الأزهر عدل إليه عن قول المحرر كالشرحيك الجديد قول المحرر يقول الجديد بدأ بالأزهر أذيانك للتصريح بالترجيح بالتصريحة ترجيحية
يعني ترجيع لك مثلا أظهر أذن أذبية ترجيع لكم يعني كل لا يملك العبد بتمليك سيدي في الأزهر الأزهر نوبة نوبة وفي الأصل الروضة نبت الأزهر قلت الأزهر الجديد بل الأزهر الجديد يعني جديد جديد ما بدأ قولا جواب قولاج إيه أن ظهر أمر ماني ماني بس هذا ولا ميلو ولا بس ما خوش قطعن دين كتاب أصابكم الله خير كثيرا.